قال الأعمش: دخلت مسجدا فإذا بقاص يقص، وإذا به يقول: حدثنا الأعمش، وحدثنا الأعمش ويقول كذا وكذا. فيقول: فجلست في وسط الحلقة ورفعت إبطي وجعلت أنتف شعر إبطي، فقال هذا القاص: ألا تستحي يا شيخ؟ أترانا في علم وتفعل هذا الفعل؟ فقال الأعمش رحمه الله: قال: والله إني لخير مما أنت فيه يا كذاب، إني في سنة وهو نتف الإبط، وأنت في كذب تكذب علي، وأنا الأعمش.